لابد بشكل ما انا شايف ان دائره صنع القرار في مصر محصوره جدا اكتر من لازم. واحد. نمره اتنين، انا بعتقد انه بعض المشاكل بعض القضايا لابد ان تنشا لها مجموعات عمل دائمه دائمه بالتنسيق مع الخارجيه والدفاع والاقتصاد والرئاسه طبعا. وانه هذه المجموعات لابد ان تاخذ بقول مجموعات ليه؟ لان عايز ناس يتفرغوا لمواقع بالتحديد. يعني عايز ناس يتفرغوا للعلاقات مع اثيوبيا، ما عندهمش حاجه غير كده. عايز ناس يتفرغوا للعلاقات مع تركيا، عاوز ناس يتفرغوا للعلاقات مع ايران. لانك انت بتتكلمي على بلد في قلب العالم العربي وحواليه محيط عربي، لكن حول هذا المحيط في اطار غير عربي وهو القوه متركزه فيه. فانت عندك كيف تديري هذه العلاقات؟ واحد، اولا قدري حجم مصالحك. واين هي؟ اين مصالحي بالضبط؟ انا اول حاجه عندي مسؤولياتك ومصالحك. مسؤولياتك انك انت موجوده بالتضامن مع الامن العربي حيث يكون.